السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أيها الإخوة والأخوات متابعي سلسلة قراءة من صحيح الإمام البخاري، وما زلنا في كتاب العلم مع الباب 30، وقد عنونه الإمام البخاري بقوله: باب من أعاد الحديث ثلاثا ليفهم عنه. فقال: ألا وقول الزور، فما زال يكررها. وقال ابن عمر: قال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم: هل بلغت؟ هل بلغت؟ هل بلغت؟ طبعا من يعمل في حقل التربية والتعليم وفي حقل الدعوة والإرشاد يعلم أن هذه من أساليب التواصل مع الناس، بحيث يتأكد الملقي والمعلم والمرشد أن المعنى قد وصل الجميع، وأن في التكرار تنبيه للغافل أو إيقاظ للناعس وما شابه. الحديث الأول في هذا الباب يرويه الإمام البخاري عن شيخه عبده، والراوي من الصحابة أنس رضي الله عنه، عن النبي صلى الله تعالى عليه وسلم أنه كان إذا سلم سلم ثلاثا، وإذا تكلم بكلمة أعادها ثلاثا. طبعا يا إخوة، هذا الكلام يحمل على مواقف التعليم والإرشاد، وليس أن هذا كان ديدنه عليه الصلاة والسلام. الحديث الثاني في هذا الباب أيضا عن شيخه عبده، وهنا قال ابن عبد الله نسبه، والراوي من الصحابة أنس أيضا، عن النبي صلى الله تعالى عليه وسلم أنه كان إذا تكلم بكلمة أعادها ثلاثا حتى تفهم، وإذا أتى على قوم فسلم عليهم سلم عليهم ثلاثا. لاحظوا هنا في هذه الإضافة إخواني أخواتي، علل، قال حتى تفهم، إذن هذا ما يسمى علة التكرار، أن تصل المعاني إلى الجمهور. الحديث الثالث في هذا الباب يرويه الإمام البخاري عن شيخه مسدد، والراوي من الصحابة هو عبد الله ابن عمرو، قال: تخلف رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم في سفر سافرناه، فأدركنا وقد أرهقتنا الصلاة، صلاة العصر هكذا قال. فلما وصل النبي صلى الله عليه وسلم، هذه مني النص يقول: ونحن نتوضأ، يعني أدركهم وهم في الوضوء، قال أتمم النص: فجعلنا نمسح على أرجلنا. هم استعجلوا فما غسلوا الرجلين، مسحوا كناية عن الاستعجال لإدراك الصلاة. فالنبي نادى بأعلى صوته: ويل للأعقاب من النار، ويل للأعقاب من النار، ويل للأعقاب من النار، للدلالة على أن إتيان الوضوء لابد أن يكون على أكمل وجه، ولا يجعلنك التأخر عن إدراك الإقامة أو إدراك تكبيرة الإحرام أن تخل بالوضوء، لا، تؤدي الوضوء على ما هو ثم تأتي، فما أدركت تصلي وما فاتك تتم بعد أن ينتهي الإمام. الباب 31، وقد عنونه الإمام البخاري رضي الله عنه بقوله: باب تعليم الرجل أمته وأهله. الحديث الأول في هذا الباب يرويه الإمام البخاري عن شيخه محمد بن سلام، والراوي من الصحابة عن أبي بردة عن أبيه قال: قال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم: ثلاثة لهم أجران. من هم يا رسول الله؟ رجل من أهل الكتاب آمن بنبيه وآمن بمحمد صلى الله تعالى عليه وسلم، هذا له أجران. الثاني: والعبد المملوك إذا أدى حق الله تعالى وحق مواليه.
والثالث هو رجل كانت عنده أمة فأدبها فأحسن تأديبها وعلمها فأحسن تعليمها ثم أعتقها فتزوجها فله أجران. التأديب والتربية والستر. إذن هذا الحديث فيه إخواني أهمية أن تتعاهد أهل بيتك ومن هم تحت رعايتك بأن تعلمهم. لذلك أنا دائما بقول لما تذهب وتحضر خطبة الجمعة تعود للبيت تخبر أهل بيتك بما تعلمت. ذهبت إلى محاضرة عدت للبيت علم أهل بيتك بما تعلمت وهكذا. الباب الثاني والثلاثون وقد عنونه الإمام البخاري بقوله باب عظة الإمام النساء وتعليمهن. وفيه حديث يرويه الإمام البخاري عن شيخه سليمان بن حرب والراوي من الصحابة ابن عباس رضي الله عنهما قال أشهد على ابن عباس أن رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم خرج ومعه بلال فظن أنه لم يسمع النساء فوعظهن وأمرهن بالصدقة فجعلت المرأة تلقي القرطة والخاتم وبلال يأخذ في طرف ثوبه يعني يجمع ما تبرعنا به في طرف الثوب. الباب الثالث والثلاثون وقد عنونه الإمام البخاري بقوله باب الحرص على الحديث يرويه الإمام البخاري عن شيخه عبد العزيز ابن عبد الله والراوي من الصحابة هو أبو هريرة أنه قال قيل يا رسول الله من أسعد الناس بشفاعتك يوم القيامة؟ هذا من أسئلة أبي هريرة الذكية. قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم لقد ظننت يا أبا هريرة أن لا يسألني عن هذا الحديث أحد أول منك لما رأيت من حرصك على الحديث. هذه طبعا كرامة لأبي هريرة، تخصص أبو هريرة في هذا الموضوع وتفرغ. أجاب النبي صلى الله تعالى عليه وسلم أسعد الناس بشفاعتي يوم القيامة من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه أو من نفسه. خلينا نكررها يا إخواني، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله. اللهم اجعلنا من أهلها وأن نكون أسعد الناس بشفاعة النبي محمد صلى الله تعالى عليه وسلم. الباب الرابع والثلاثون وقد عنونه الإمام البخاري بقوله باب كيف يقبض العلم، وابتدأه بقصة. وكتب عمر بن عبد العزيز إلى أبي بكر ابن حزم انظر ما كان من حديث رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم فاكتبه فإني خفت دروس العلم وذهاب العلماء ولا يقبل إلا حديث النبي صلى الله تعالى عليه وسلم وليفشوا العلم وليجلسوا حتى يعلم من لا يعلم فإن العلم لا يهلك حتى يكون سرا. يا الله، هذه قضية خطيرة، لا يضن بالعلم، الأصل من كان عنده علم أن ينشره. وفي هذا الباب حديث واحد يرويه الإمام البخاري عن شيخه إسماعيل بن أبي أويس والراوي من الصحابة عبد الله ابن عمرو ابن العاص قال سمعت رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم يقول إن الله لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من العباد ولكن يقبض العلم بقبض العلماء حتى إذا لم يبق عالم اتخذ الناس رؤوسا جهالا فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا. هذا يا إخواني من أخطر الأمراض في المجتمعات، نسأل الله أن يقينا شر هذه الفتنة، ونسأل الله ألا نفتن وألا نكون فتنة لأحد، اللهم آمين. الباب الخامس والثلاثون وقد عنونه الإمام البخاري بقوله باب هل يجعل للنساء يوما على حدة في العلم، أي يقصد المعلم سواء كان الرسول صلى الله تعالى عليه وسلم أم غيره من المعلمين. والحديث الأول في هذا الباب
يرويه الإمام البخاري عن شيخه آدم، والراوي من الصحابة هو أبو سعيد الخدري. قال النساء للنبي صلى الله تعالى عليه وسلم: غلبنا عليك الرجال فاجعل لنا يوما من نفسك. يعني شكوى، الرجال دائما أسبق وبكثرة وموجودين في المسجد، نحن لا نملك ذلك الوقت ولا نملك تلك الخصوصية، نريد يوم خاص، يوما من نفسك. فوعدهن يوما لقيهن فيه فوعظهن وأمرهن، فكان فيما قال لهن: ما منكن امرأة تقدم ثلاثة من ولدها إلا كان لها حجابا من النار، فقالت امرأة واثنين، فقال واثنين، وهكذا. من هذه من القضايا التي قالها في تلك المناسبة كموعظة وكتذكير وكتعليم وما شابه. الباب السادس والثلاثون، عنونه الإمام البخاري بقوله: باب من سمع شيئا فراجع حتى يعرفه. والحديث في هذا الباب يرويه الإمام البخاري عن شيخه سعيد بن أبي مريم، طبعا الراوي من الصحابة عائشة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله تعالى عليه وسلم، كانت لا تسمع شيئا لا تعرفه إلا راجعت فيه حتى تعرفه. يا سلام، هذا قانون إخواني في العلم. ما تقول أنا أبو العريف، ما تقول أنا بفهم كل شيء، ما تقول ما مر علي، والله أنا هذا ما مر علي معناته مش موجود، لا. وهل مر عليك كل شيء؟ اذهب وتعلم واسأل واستدرك على ما فاتك. إذن إلا راجعت فيه حتى تعرفه. وأن النبي صلى الله تعالى عليه وسلم قال: من حوسب عذب. قالت عائشة: فقلت: أوليس يقول الله تعالى: فسوف يحاسب حسابا يسيرا، سورة الانشقاق. قالت: فقال، أي النبي صلى الله تعالى عليه وسلم: إنما ذلك العرض، أي عرض الحساب وليس نقاش الحساب، ولكن من نوقش الحساب يهلك. طبعا لأن الإنسان مقصر والإنسان ضعيف، فالإنسان يتمنى ألا يناقش وأن يكون الحساب فقط عرض وسريع. يا رب يا رب خفف عنا ذلك المقام يا رب العالمين، اللهم آمين. الباب السابع والثلاثون، وقد عنونه الإمام البخاري بقوله: باب ليبلغ العلم الشاهد الغائبة. يا سلام، وهذا طبعا اللي قلنا أنه الإنسان يبلغ، يعلم، ينقل وما إلى ذلك. وهذا جزء من حديث رواه ابن عباس عن رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم. الحديث الأول في هذا الباب يرويه الإمام البخاري عن شيخه عبد الله ابن يوسف. يروي هنا قصة يرويها الليث عن سعيد عن أبي شريح أنه قال لعمر ابن سعيد وهو يبعث البعوث إلى مكة: إذن لي أيها الأمير أحدثك قولا قام به النبي صلى الله تعالى عليه وسلم الغد من يوم الفتح سمعته أذناي. إذن هو يحدث بقصة حدثت يوم فتح مكة، يقول: سمعته أذناي ووعاه قلبي وأبصرته عيناي حين تكلم به حمد الله وأثنى عليه ثم قال: إن مكة حرمها الله ولم يحرمها الناس، فلا يحل لامرئ يؤمن بالله واليوم الآخر أن يسفك بها دما ولا يعضد بها شجرة، فإن أحد ترخص لقتال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم فيها فقولوا: إن الله قد أذن لرسوله ولم يأذن لكم، وإنما أذن لي فيها ساعة من نهار ثم عادت حرمتها اليوم كحرمتها بالأمس، وليبلغ الشاهد الغائبة. فقيل لأبي شريح: ما قال عمرو؟ قال: أنا أعلم منك يا أبا شريح، إن مكة لا تعيد عاصيا ولا فارا بدم. الحديث الثاني في هذا الباب يرويه الإمام البخاري عن شيخه عبد الله بن عبد الوهاب، والراوي من الصحابة أبو بكر. قال:
أي النبي صلى الله تعالى عليه وسلم، إن دماءكم وأموالكم. أضاف قال وأحسبه قال وأعراضكم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا. هذا طبعا في خطبة الفتح. ثم قال ألا يبلغ الشاهد الغائبة. ثم قال في نهاية الخطبة ألا هل بلغت مرتين أو ثلاث. باب 38، وقد عنونه الإمام البخاري بقوله باب إثم من كذب أو كذب على النبي صلى الله تعالى عليه وسلم. والحديث الأول في هذا الباب يرويه الإمام البخاري عن شيخه علي بن الجعد، والراوي من الصحابة علي رضي الله عنه وأرضاه، يقول قال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم لا تكذبوا علي، فإنه من كذب علي فليلج النار. اللهم عافنا واعف عنا. الحديث الثاني في هذا الباب يرويه الإمام البخاري عن شيخه أبي الوليد الراوي من الصحابة عبد الله بن الزبير عن الزبير قال قلت للزبير إني لا أسمعك تحدث عن رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم كما يحدث فلان وفلان. قال أما إني لم أفارقه، ولكن سمعته يقول من كذب علي فليتبوأ مقعده من النار. يعني هذا من باب الورع، والله تعالى أعلم، مدام الناس تحدث التزم هو جانب الهدوء. الحديث الآخر في هذا الباب يرويه الإمام البخاري عن شيخه أبي معمر والراوي من الصحابة أنس. ماذا يقول أنس؟ قال إنه ليمنعني أن أحدثكم حديثا كثيرا، يعني يكثر في التحديث، أن النبي صلى الله تعالى عليه وسلم قال من تعمد علي كذبا فليتبوأ مقعده من النار. هذا أيضا من باب الورع. رواية أخرى الحديث يرويه الإمام البخاري عن شيخه المكي بن إبراهيم والراوي من الصحابة سلمة ابن الأكوع قال سمعت النبي صلى الله تعالى عليه وسلم يقول من يقل علي ما لم أقل فليتبوأ مقعده من النار. قضية ليست سهلة إخواني، أن تنسب قولا لرسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم وأنت لا يوجد عندك دليل، هذه قضية خطيرة. وكذلك العكس، أن تنفي قولا ثبت أنه للنبي صلى الله تعالى عليه وسلم فيما عليه الأمة من صنعة الحديث والجرح والتعديل، هذا أيضا خطير. نعم، لا تثبت ولا تنفي. الحديث الأخير في هذا الباب يرويه الإمام البخاري عن شيخه موسى والراوي من الصحابة هو أبو هريرة عن النبي صلى الله تعالى عليه وسلم قال تسموا باسمي ولا تكتنوا بكنيتي، ومن رآني في المنام فقد رآني، فإن الشيطان لا يتمثل في صورتي، ومن كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. معنى هذا الحديث أنت بصير تتسمى محمد، بس ما بصير تسمي حالك أبو قاسم أو أبو القاسم. ومن رأى النبي في الرؤيا فقد رآه وليس من الشيطان، الشيطان لا يتمثل في صورة رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم. نقف إلى هنا إن شاء الله، وللحديث بقية مع كتاب العلم في الحلقة القادمة. أستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وطلب العلم أخي فهو درب به نور به ترقى به